إذن رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان. طبعا رئيس الجمهورية ترأس هذه الجلسة مع أعضاء إذن اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان. عرفت حضور رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته للحديث أكيد عن الكثير من النقاط المطروحة ربما لذوي هذه الأمراض المستعصية. صراحة الكثير منها متعلق بالتأمين، مثلا قضية تأمين هذا المرض، الأدوية أيضا، نقص في الأدوية، في كثير من المشاكل اللي بحول الله نعمل خير طبعا لهذه الفئة أنه تكون هذه الجلسة مثمرة طبعا أكيد نظرا لأهميتها، وبالتالي يتم عقد جلسة مثل هذه لمناقشة طبعا الوقاية من مرض السرطان مكافحته ومع أهل اختصاص. أكيد ننتظر ما ستسر عنه طبعا هذه جلسة العمل لفائدة مرضى السرطان ولهذا القطاع. نستمع إذن مشاهدينا لهذه التصريحات. شرفنا بلقاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قدمنا له عرض عمل اللجنة 2024-2028، ويتمثل عمل اللجنة في 5 محاور. المحور الأول وهو الوقاية، المحور الثاني وهو الكشف المبكر، المحور الثالث وهو التشخيص المبكر، المحور الرابع وهو التكفل بمرضى السرطان ومسار المريض، la prise en charge des malades cancéreux et le parcours du patient. والمحور الخامس هو البحث في مجال السرطان، la recherche en oncologie. كما أسدى السيد رئيس الجمهورية تعليمات بتحذير مرسوم رئاسي للتكفل بجميع ورفع جميع العراقيل التي المرتبطة باكتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الكشوفات. كما أعطى السيد رئيس الجمهورية موافقته وأوامر وتعليمات للتكفل وزارة العمل عن طريق الأكناس بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان للأطفال، يعني الراديوثيرابي أونكولوجي بيدياتريك.